السيدة شغب هي زوجة الخليفة العباسي المعتض بالله وأم الخليفة المقتدر بالله، وشغب ده لقب أطلقه عليها الخليفة المعتض وأصبح ملصق بها. قبل ما تتزوج الخليفة كانت شغب أحد جواري الخليفة العباسي، أحبها الخليفة وأعتقها وتزوجها، وكان قصر الخليفة مليء بمؤامرات الحريم، فكان الخليفة متزوج من أكثر من امرأة وماتوا كلهم. وطبعا السبب في موتهم هي السيدة شغب، وكانت بتسم كل واحدة من زوجات الخليفة خصوصا اللي بتولد منهم ولد، وكانت بتعمل ده كله بدافع انها بتحافظ على عرش ابنها. ومن ضمن اللي سممتهم واحدة من ضرايرها اسمها دريرة، لان دريرة كان لها معزة خاصة عند الخليفة المعتض فحبها وانشأ لها الخليفة مخصوص حمام سباحة. طبعا لم تسلم منها وسممتها وسممت جميع ضرايرها، ومنهم أم الخليفة القاهر اللي مسك الخلافة بعد موت ابنها المقتدر، واللي طبعا لما مسك الخلافة أول حاجة عملها هو إنه ياخد بحق أمه منها، فقام بتعذيبها وتعليقها من رجليها حتى ماتت.